صباح النور. خير. صباح النور. إذا الاختصاصية في التغذية غنى سنديد، احنا اليوم باش نحكيوا على فكرة خسارة الوزن والنظام الغذائي اللي أحيانا ما يتوالمش معانا أو ما يتوافقش معانا أو يتوقف. يعني هذه حاجات أكيد أنه الناس كل تحب تعرفها، ما هي الأسباب إلى أنه ما يستجيبش معانا جسمنا للنظام الغذائي؟ أول شيء اللي بدي خبرك إياه أنه هيدا المشكلة كتير مشتركة بين كل الناس، يعني مع الوقت أكتر الأسئلة اللي بتجينا هي أنه أنا عملت كتير دايت وزهقت لأنه جسمي عمل بلوك. ونسمع كلمة بلوك كتير اللي هي صارت كلمة عربي، يعني بطلت حتى كلمة إنجليش، صاروا أنه كل الناس جسمي عمل بلوك. هلا هون بدنا نقسم المشكلة لجزئين لنقدر نحللها مزبوط. في ناس من أول ما ببلشوا يعملوا دايت جسمهم ما بيتجاوب، في أجسام ما بتتجاوب أبدا رح نحكي عنها، وفي ناس تعمل دايت على فترة كتير طويلة وبعد فترة بصير جسمه ما بقى عم ينزل وما عم يعرفوا ليه، مع أنه هن برأيهم ما عم يعملوا شي غلط. يعني الفكرة متاع أنه ما يتجاوبش الجسم هو في اختلاف جسم كل إنسان على آخر. صح أكيد. صح. يعني كيفاش نعرفوا اختلاف أجسامنا والنظام اللي لازم نتبعه؟ أوكي. أول شي نحن إذا كنا عم نتابع عند أخصائية تغذية اخترعوا لنا الماشينز، المكانات اللي هي بتفرجينا إذا أنت وزنك عم ينزل دهن أو مي أو عضل. وبالتالي إذا بتسمع في كتير ناس بيقولوا لك حاسس حالي عم بنزل بالقياس بس ما عم ينزل وزني على الميزان بالكيلو، يعني بيكون عم بيطلع على الميزان الرقم هو ذاته بس بالسايز عم بيلبس أصغر والناس لما عم تشوفه عم بتقله ضعفان. بهالحالة بيكون عنا سببين. أول سبب الناس اللي بيمارسوا الرياضة بيزيد وزنهم على الميزان عضل وبينزل دهن. يعني أعطيك عملية حسابية كتير سهلة، إذا وزننا 100 كيلو ونحن عملنا دايت نزلنا 4 كيلو دهن بس طلعنا مقابلون 4 كيلو عضل، حنطلع على الميزان حيبين 100 بس بالحقيقة حيكون قياسنا تغير قياس لأنه فوليوم أو حجم الدهن أكتر. يعني أنت إذا بتروح عند لحام بتقول له أعطيني 4 كيلو دهن بيطلع لك هالقد، بينما 4 كيلو اللحمة بيطلعوا هالقد لأنه فوليوم الدهن أكبر بكتير من فوليوم العضل. سو لما بنعمل هيدا التبديل بيصغر القياس. وبنفس الوقت في ناس بعايدة مشكلة كتير كبيرة وبدي أحكي عنه، في نساء بالتحديد بيعانوا من مشكلة احتباس المي أو water retention. بصيروا عم يعملوا دايت عم ينزلوا دهن كل الوقت بس جسمهم عم بيعبي مي. هيدا بيرجع لكذا سبب. أولا التغيرات الهرمونية، يعني ما قبل الدورة الشهرية أو لخبطة بالهرمونات من الأستروجين من البروجستيرون، هيدا سبب. تاني سبب ممكن يكون الكورتيزول اللي هو الهرمون تبع التوتر، يعني إذا دلينا متوترين ستريسين ما مننام منيح أو عم نفكر كل الوقت ليه ما عم بضعف كيف بدي اضعف، بطلع على الميزان كل يوم اليوم 60 بكره 8، هيدا التوتر هيدا بيؤدي انه يصير عندنا احتباس بالمي، او بيكون اكلنا كتير عالي بالملح. عشان هيك في كتير ناس تسالني الملح بنصح، بقول لهم الملح بحد ذاته هو زيرو كالوريز ما بنصح، ولكن الصوديوم اذا زاد عن حده بالجسم. وانا حاعطيك اكزامبل، جرب اليوم تطلع على الميزان يكون وزنك مثلا 80، مظبوط وزنك 80؟ لا 94. وبعد 3 ايام دلك تاكل ملح، ملح تشيبس نوتس مكسرات هولي، وزين حالك بعد 3 ايام حتلاقي حالك زدت 2 ل 3 كيلو. هدول 2 3 كيلو ما رح يكونوا دهن لانه مستحيل تزيد 2 او 3 كيلو دهن. هول الزيد الزياده السريعه والنقصان السريع هو اغلب الوقت بيكون مي. سو شو الحل لهي المشكله للناس اللي عندهم احتباس بالمي؟ هذا هو بالضبط السؤال. هو انا نحب حل انه للناس الكل، يعني فما ناس عندها مشكله بالاحتباس بالمي، فما ناس تاثر عليها. نحن كل مشكله رح نحكيها حنعطي حل معه مجاني. خلينا نعطيه حل الملح. انه حل الاحتباس مي انه نخفف من ماكولات الملح وانه نكتر كتير من الماكولات اللي بتحتوي على البوتاسيوم. كل ما كترنا من الماكولات اللي بتحتوي على البوتاسيوم مثل الموز مثل البطاطا وغيرها كل ما بخف عنا احتباس المي. انه نشرب مي كتير، يعني في كتير ناس بتقلي كيف انا عندي مي كتير بجسمي وانا اصلا ما بشرب مي، بقول لهم هاي هي المشكله لانه الجسم اذكى منا بكتير. يعني قد ما جربنا نتذاكى على الجسم بدل الجسم اذكى، فبيعتبر انه انت لما ما بتشرب مي كتير شو بيصير؟ مثلا لا تساعة عم بتفوت لتر مي بنهار وانت لازم تفوت لترين، بيصير بيحبس هيدا اللتر، بيقول انا ما عم بيجيني سبلاي او مصدر تاني. صحيح. فإذا بدنا نظهر المي من الجسم لازم نعطيه كتير مي لنريح الجسم ونفسر له أنه أنت حيجيك مي كتير ما تخاف ظهر المي اللي عندك. أمام طبعا كمان بدنا ننتبه على الكافيين.
الكافيين كتير بزيد من احتباس المي، يعني مقابيل كل فنجان قهوة بدنا نشربه بدنا نشرب مقابيله كوب أو كوبين من المي لنظهر من احتباس المي، ونكتر كتير من المأكولات اللي بتحتوي على المغنيسيوم والفيتامين بيسيس، يعني باختصار هن النوتس يعني لوز الجوز الفستق الكاجو، الأفوكا بيحتوي على مغنيسيوم وبي 6، والأوراق الخضرة يعني مثل السبانغ الملوخية أي خضرة ورق ولونها أخضر غامق. فإذا نحن بس لنرجع نعمل سمري، قلنا اللي عنده احتباس بالماء لازم يقلل ملح، يأكل مغنيسيوم بوتاسيوم وبي 6، وما يشرب قهوة كتير ويشرب مي كتير، يشرب برشامة. واللي عم بيزيد وزنه من العضل ما يزعل، يهتم أكتر أنه شكله عم بيتحسن. يعني نحن على طول من قلنه الصحة منا رقم، يعني مش أنت فيك يكون وزنك 60 ومنك صحي، وفيك يكون وزنك 90 وتكون كتير صحي. هي بادي كومبوزيشن، كيف مكون جسمك. يعني أنا متأكدة إذا أنت عم تقول وزنك 90، في ناس كتير وزنه 90 بينه كتير ناصحين، بينما أنت يلوكفت لأنه أكيد نسبة العضل بتكون أعلى من نسبة الدهن، والعكس صحيح. في ناس بتكون أنا دايتشن وعم بقلك عن نظر مبين. يمكن أنا بصراحة حبيت نسألك أكثر حاجة، لأنه هذا اللي أنا لاحظه في المجتمع. يعني من المكان اللي أنا نخدم فيه، من الأصحاب، من الكل، أكثر حاجة لاحظها هم الناس اللي عندهم توتر وقلق كبير. صح. يعني الناس اللي عندهم مشكلة نفسية مع أنه يضعف ويقلل وزنه، دائما عنده أنه كما قلنا أول ما بديت فقرتنا قلنا يعمل بلوك. فهذا مش هي الحل بالنسبة للأمور النفسية. أوكي، أنا رح لك شغلة. عادة أصلا 3/4 المشاكل بالأكل هي related للسايكولوجي، للنفسية. يعني عنا شيء اسمه emotional eating اللي هو الأكل بس أنت تكون زعلان أو تكون مبسوط. عنا الستريس، ليش عم بضعف ليش ما عم بضعف. من أهم الأسباب ليش وزنك ما بينزل إذا ما بتنام مزبوط. يعني الناس اللي ما بتنام 6 إلى 8 ساعات أجروا دراسة وقسموا الناس لجروبين، ناس ناموا 6 إلى 8 ساعات والناس ما ناموا مزبوط، وكانوا عم بيأكلوا نفس نوع الأكل. اللي ناموا منيح قدروا ينزلوا 10 إلى 15% من وزنهم أكتر من الناس الباقيين. 10 إلى 15% يعني عم نحكي إذا وزنك 100 كيلو 10 إلى 15 كيلو فرق كان. فالنوم المزبوط، طبعا الرياضة اللي هي بتعليلنا السيروتونين اللي هو هرمون السعادة اللي بيريحنا، وبتوطيلنا الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر تبع اللي من بيعلى معنا من عجقة السير ومن الأمور الاقتصادية واليومية. هذا الاسترس كله ليش هلأ نسبة البدانة كتير أكتر من قبل، مع أنه إذا أنت بدك تطلع مزبوط نحن أهلنا كانوا يأكلوا سمنة وكانوا يأكلوا زبدة وكانوا يأكلوا مقالة. أنا بصراحة ديما نحكيها مع ديما نتسألوا السؤال أكتر بكتير لكذا سبب. واحد منهم الاسترس، والتاني منهم أنه نحن بناكل كتير processed food يعني مأكولات مصنعة. هن قبل كانوا يعملوا الدهون بالبيت، يجيبوا لحمة الغنم يقلوا الدهنة، أشياء يعملوا حتى المقاني السوسجز هول كله كانت تنعمل بالبيت. نحن كله هلأ عم نجيب بروسيست مصنع فيه مواد حافظة، هيدا الجسم ما كتير بيقدر يظهره. بلس ما تنسى ما كان عندهم أسانسير وفالي باركينج وشوفير، يعني هدول كل الأشياء اللي بتخلينا نحن ما نتحرك كل النهار هن كان عندهم إياها. خلينا نسألوا عن الناس اللي تتخلى على نظام غذائي معين أو نظام صحي بصفة عامة. فما ناس تتبع نظام ما يمشيش معاك ولا ناقف ونعود نرجع نغير. هوني ما هي الحل بالنسبة للناس هذوما وش هي تأثيراته؟ أوكي. أكتر الناس اللي بعزبونا نحن بالكلينيك هن الناس اللي ببلشوا نوع دايت وبرجع بغيروا رأيهم، وقريوا شغلة على المجلة والجيران خبرون عن نوع دايت وشافوا شيء على الأونلاين. نحن المشكلة قد ما صار في كم هائل من المعلومات المتواجدة أونلاين اللي منشوفه على التي في، واللي مصدره مش عطول بروفيشنال. يعني أنت ممكن تقرأ خبر على فيسبوك، طب شو مصدره؟ يعني أنا عطول بقول أنه رجعوا على المصدر. مثل أشياء مثلا لخبرك أنه نحن سنة 20 سنة بنقول الجريب فروت بضعف، وهذا الشيء منه مزبوط. الأناناس بضعف، الشاي الأخضر بضعف، هو كلهم أشياء مش مزبوطة. في ناس عندها معتقدات خاطئة غير مثل أنه الموز بينصح، فبقولهم ليه بدهم ينصح الموز؟ ما الموزة مثل الليمونة مثل التفاحة مثل الاثنين أفندي كلهم نفس الشيء. سو معتقدات الخاطئة بتخلي الناس تروح أكتر أنه تعمل أنواع دايتس منا مزبوطة. وهون كمان بس بدي ألفت نظر أنه الدايتس الغلط هن اللي بخلوك تعمل بلوك. يعني كتير ناس بيجوا لعنا على كنيك، شو بيقولوا لك؟ أنا قررت وقف أكل، بيأكل وجبة واحدة بالنهار، ومزبوط بينزل وزنه بالأول كتير لأنه هو كان عم يأكل 4000 كالوري بالنهار، صار عم يأكل 600-700، أكيد بده ينزل. common sense. حتى لو كان عم يأكل هال600 كالوري فاست فود مأكولات سريعة، لو كان عم يأكلها برجر وبطاطا مقلية رح ينزل، لأنه هو عمل دروب، نزل من 5000 كالوري ل1000 كالوري. ولكن الجسم برجع بذكرك أنه هو أذكى منا كلنا. فشو بيعمل؟ بصير الجسم
بيقول انه انا ليه بدي احرق 2000 و3000 كالوري ما دام هيدا عم ياكل 600 وعم ياكل وجبه واحده بالنهار، بيعمل دروب، ينخفض نسبه الحرق من 2000 ل 600، فبترجع انت تقرر انه تاكل عادي يعني تعلى 200 300 كالوري بيزيد وزنك، وساعتها بيجوا لعنا على الكلينيك عم يبكوا. ولهون بقول هيدا رجيم التمر واللبن ورجيم الشوربه كل نهار ورجيم السوائل حيؤدي لنتيجه كارثيه، حتنزل وزن، اول شيء ما حتنزل دهن حتنزل مي، بالتالي مثل ما نزلتهم بسرعه حتردهم بسرعه، وبهي الفتره حتكون انت نزعت نسبه الحرق تبعك، يعني لما بدك ترجع تروح تصلح هالغلطه حتاخذك دبل الوقت عن الطريقة المضبوطة. غنى بصراحة حسيتك عندك معناها مشاكل كبيرة مع الناس يمكن اللي يجيوا كل يوم. مشاكل مميتة صراحة. يعني حياتي عبارة عن 50 مشكلة يومية. واليوم كمان حدا قبل الهوا كان عم بيسألني انه قدي صعب يكون عندك اشخاص كل شخص بدك، لانه الضعف هو شيء نسبة، انت جسمك مختلف عن جسمي، انت زعبرت، غشيت، اجى راس السنة، عنا كتير مناسبات نحن بالبلاد العربية لا تنتهي المناسبات. يعني مثلا اليوم عند في عيدكم بدكم تاكلوا جاتو، أكيد. يعني عرفت قد في عندكم كثير مناسبات. المهم ان شاء الله انه ديما نقعدوا بصحه جيده، وان شاء الله يا ربي انه هالانظمه الصحيه هذيا والحاجات كل واحد يتبعها على حسب جسمه اكيد، ونحن هون موجودين باش نعطيوا النصيحه للناس. صح. الكل الاختصاصيه في التغذيه غنى صنديد، شكرا ليك على كل هالمعلومات، وان شاء الله يكون عنا معك لقاءات اخرى ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. مشاهدينا الان فاصل اول ونعود بعده لبقيه فقرات صباح النور.